ازيكم يا كيجي، عاملين ايه؟ احنا النهارده هنراجع الحاجات خدناها الترم اللي فات قبل ما نبدا الترم الجديد، الحروف اللثويه والحروف الرصاصه. احنا كنا خدناهم الترم اللي فات، وكنا كل كلمه جديده بناخدها لازم نطلع منها الحروف اللثويه والرصاصه. فتعالوا يلا نراجعهم. ايه الحروف اللثويه؟ سا ذال ظا. فاكرين الاغنيه اللي كنا بنحفظ بيها الحروف اللثويه؟ انا الحروف اللثويه ثلاث حروف عربيه، طرف لسانك تحت سنانك، هات الساء والذال والظاء. طب تعالوا كده نستعد الكلمه دي ونشوف فيها حرف لثوي ولا لا. ثوب فيها الساء، الساء ده حرف من الحروف اللثويه. طيب الكلمه اللي بعديها يلا نستعد مع بعض. ظرف فيها حرف لثوي، حرف الظاء. طيب بصوا الكلمه دي، استعدوا كده معايا. ذيل فيها حرف لثوي، حرف الذال. يبقى هي الحروف اللثوية تاني سا ذال ظا. طيب تعالوا نفتكر الحروف الرفاصة كانوا كام حرف؟ كانوا 6 حروف. فاكرين الأغنية اللي كنا بنقولها بيها؟ أنا الحروف الرفاصة 6 حروف رفاصة، ما بتشبكش حروف بعدية، ألف واو دال دال راء زاي. بس الحروف دي تتجر، ممكن يبقى شكلها كده في حرف قبليها جررها، لكن ينفع تفرد دراعها من هنا؟ لا ما ينفعش. فهم 6 حروف، يلا نقولهم تاني مع بعض. ألف واو دال دال راء زاي.